الى 16 مارس. بعد هذه السنه كان هناك جائحه كورونا. نحن أمام تحولات متسارعة سيشهدها العالم، وهذه الحركة بإمكانها تقديم المبادرة وتقديم المقترح وتقديم البديل الذي يجعل هذا الوطن منسجم مع هذه التحولات. ولعل هذه التحولات ذكرناها في الكلمة الأولى ونعيدها، تحتاج إلى وطن بجبهة داخلية متينة، بجبهة داخلية موحدة، بإجماع واسع بين الجزائريين، بتوافق حول القضايا الكبرى. هناك ملفات كبرى عليها توافق الجزائريين، هناك قضايا تفصيلية، ربما من هذه القضايا التفصيلية مسألة الحكومة، ولكن نحن نجد أنفسنا في كثير من القضايا نلتقي مع عموم الجزائريين في السلطة وفي الأحزاب السياسية التي في الموالاة وفي المعارضة إلى غير ذلك. ولذلك هذا التعديل إذا كان فيه إجراءات تخدم المواطنين فمرحبا به، وإذا كانت فيه ما زالت اختلالات اللي ممكن ما تصبش في مصلحة المواطنين، نحن دائما نأمل أن تكون أو أن يكون التصحيح سريعا حتى لا تستفحل أو لا تستفحل الأزمات ولا تستفحل ربما المساوئ التي قد لا تساعد على الأداء الحكومي وتجعل الأداء الحكومي ضعيف أو هزيل مقابل الاحتياجات اليومية للمواطنين ومقابل القضايا الكبرى للمواطنين.